عدة سيناريوهات منتظرة في المشهد العراقي، أبرزها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة أو مبادرة أممية لحل حالة الانغلاق السياسي، وإلا فإن السيناريو الأخير سيكون عودة الاحتجاجات للشارع. فلم يكن متوقعا أن تصل المعضلة السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات إلى هذه الدرجة من التشرذم الوطني، وهي التي كان من المقرر أي الانتخابات أن تكون بنسخة غير مكررة عن سابقتها. فكيف ستنتهي حالة الانسداد السياسي في المشهد العراقي؟ يئن العراق تحت وطأة الانسداد السياسي الذي أرق العراقيين وخلق مشاكل كبيرة في كل المجالات والأصعدة، وباتت المعطيات تختزل المشهد بسيناريوهات ثلاثة، وهي بقاء الحكومة أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات لحل حالة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. عدة سيناريوهات منتظرة، أبرزها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة أو مبادرة أممية لحل حالة الانغلاق السياسي، وإلا فإن السيناريو الأخير سيكون عودة الاحتجاجات للشارع. فلم يكن متوقعا أن تصل المعضلة السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات إلى هذه الدرجة من التشرذم الوطني، وهي التي كان من المقرر أي الانتخابات أن تكون بنسخة غير مكررة عن سابقتها، أي أن تكون بعيدة عن إنتاج عملية سياسية ضمن منهج المحاصصة والتوافق سيء الصيت، وذلك بسبب الفساد وسوء التخطيط ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب. مع هدر تريليوني مبرمج للمال العام دفع العراقيون ثمنه باهظا من حاضرهم ومستقبلهم، مع ضياع أغلب الفرص المؤدية إلى إرساء حكم رشيد والتمتع بحياة كريمة. معطيات تؤكد أن المشهد السياسي في العراق سيبقى متأرجحا بين حكومة تصريف الأعمال وشرارة الصدام، وهو خيار لن يكون سياسيا بقدر ما هو إصرار على خوض المعركة بكسر العظم. وتترقب أوساط برلمانية وسياسية طرح مبادرة قد تكون قسرية تجبر الفرقاء والخصوم على القبول بالذهاب إلى حل الأزمة المستعصية، وإنتاج حكومة ذات أغلبية موسعة تجمع طرحي التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي. بدوره النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي رفيق الصالحي قال: إن العراق مارس أصعب المحن، ولذلك هناك أمل كبير في هذه المرحلة لانفراج الأزمة وتقارب وجهات نظر الكتل السياسية والمستقلين من مواقف الإطار التنسيقي. ويرى مراقبون أنه في ظل نتائج الانتخابات والماراثون المعقد والمركب والمتأزم تصاعديا بين القوى السياسية بين طرفين، أحدهما وجد فلسفة جديدة في إيجاد إدارة النظام السياسي الأغلبية السياسية أو الوطنية، والآخر يذهب إلى التوافقية، وبعد فشل جميع المساعي والتأثيرات الداخلية والخارجية، لذلك يجب أن تكون هناك مبادرة جديدة. بعض القوى السياسية ترى أن الحل الدستوري للخروج من الأزمة هو الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة أخرى للحفاظ على النظام الديمقراطي ومصالح الشعب، والابتعاد عن تجاذبات والصراع الخشن بين القوى السياسية، غير أن معظم السلطات قد تجاوز بقاؤها المدة الدستورية بعد إجراء الانتخابات المبكرة. لذلك أطلقت القوى بمختلف أطيافها 10 مبادرات خلال الشهور الأخيرة، أولها بدأت في كانون الثاني وآخرها انتهت بمبادرة مؤلفة من 5 بنود للنواب المستقلين. وتزامنا مع إطلاق تلك المبادرات لوح ناشطون بالخروج بمظاهرتين يومي 25 من الشهر الحالي والأول من حزيران المقبل، في خطوة يسعون من خلالها للضغط على الأقطاب السياسية لتشكيل الحكومة. فما السيناريو الأقرب لحل حالة الانسداد السياسي في بلاد الرافدين؟ تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد، أرحب بضيوفي حلقتي لليلة. معي من اسطنبول الأستاذ ياسين ملا ربيع الناطق الإعلامي للمجلس الوطني للمعارضة العراقية، ومن دهوك أستاذ سامي ريجاني محلل سياسي، ومن بغداد أستاذ سلام الزبيدي قيادي في ائتلاف النصر.
أستاذ سلام، أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك، لماذا يستمر الانسداد السياسي في المشهد العراقي؟ ما هي الأسباب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأكارم وضيوفك الكرام. أهلا أنوار. يعني للأسف أستاذ وعد، الحديث عن المشهد السياسي العراقي الحالي فيه شجون كبيرة، و يعني دائما ما كل خطاباتنا كل لقاءاتنا كان هو أن يوجد هناك بارقة أمل في حل سياسي أو توافق لتشكيل الحكومة، ولكن يبدو أن الأزمات كبيرة والمشهد السياسي يشهد حالة من التعقيد والتأزيم بسبب تداعيات النتائج والخلافات والانقسامات الكبيرة بين مختلف يعني حقيقة الذين يسعون إلى السلطة على حساب الدولة. بصراحة أقولها، يعني أغلب القوى السياسية الآن لا تملك مشروعا وطنيا واضحا يقدم المصالح العامة على المصالح الضيقة، وإلا بماذا نفسر المبادرات الكثيرة؟ نعم أستاذ سلام، أن الحوارات الجانبية والتوافقية من أجل الخروج على الأقل برؤية سياسية لدى كل الأطراف، وهذا حقيقة انعكس بشكل سلبي على المواطن العراقي الذي كان ينتظر من البرلمان من الحكومة حالة من الإصلاح وحالة من التغيير. اليوم الكل يرفع شعار الإصلاح ولكن بدون أن يكون هناك مشروع على الأرض. نعم الخلافات قد تتمحور حول شكل معادلة الحكم، الكتلة الصدرية اللي هي الكتلة الفائزة بأعلى المقاعد داخل قبة البرلمان تريد أغلى سياسية مغايرة وتريد أن يعني تخرج من نظام التوالي ألقى بضلالة على العملية السياسية، وهذا حق مشروع، ولكن يجب أيضا في نفس الوقت احترام نتائج الانتخابات وبقية الشركاء بالعملية السياسية من خلال على الأقل عدم إقصائهم بشكل واسع من العملية السياسية. يجب أن يكون هناك نضج ديمقراطي لدى كل الأطراف، نتقبل حقيقة الفائز، والخاسر يجب أن يتقبل أيضا النتائج ويذهب إلى الخيار الآخر وهو خيار المعارضة. لابد أن تكون هناك حكومة أغلبية وحكومة نعم هناك معارضة مغيبة حقيقة. نعم أستاذ سلام، كل المعارضة أستاذ واحد طيب. بس للإضافة وتنتقل لضيوفك، المعارضة بالعراق ثقافة جديدة، الكل يتخوف أن يذهب للمعارضة بسبب عدم وجود حماية قانونية وأرضية صلبة لأداء المعارضة كأداء رقابي، ويعني رقابي على الجهاز التنفيذي والتشريعي. طيب أستاذ سامي ريجاني، المشهد العراقي معقد لدرجة بأنه داخل البيت الواحد هناك انقسام، أتحدث عن البيت الكردي، الكردي منقسم على ذاته، البيت السني، السني منقسم على ذاته، كذلك البيت الشيعي. الآن هناك حراك كردي، هل هذا الحراك يبدد التوتر في الإقليم على وجه الخصوص والعراق بشكل عام؟ هل سيمهد الطريق أمام إيجاد حكومة شاملة تجمع كل العراقيين؟ هل ستنجي العراق من هذا الانسداد السياسي أم ما زال الحديث مبكرا عن هذا الأمر؟ نعم أخ العزيز، السلام عليكم، أهلا بكم بضيوفك الكرام وكذلك بالمشاهدين الكرام. أهلا بك. نعم هناك ربما يعني نوع أو جزء من الخلاف متوقف على التوافقات الكردية التي هي جزء مكمل للخلاف داخل البيت الشيعي، ولكن الأولوية تعود باعتقادي إلى البيت الشيعي. فهذه الظاهرة، ظاهرة الانغلاق داخل الصف الشيعي، هي التي أدى أو انعكست على باقي الخلافات الموجودة داخل الساحة العراقية الكردية منها وكذلك حتى السنية. فهذا الإطار القديم الذي مشى عليه الحكم في بعد 2003 و2005 حول حكومة توافقية تضم المكونات العراقية، طبيعة العراق والتكوين المجتمع العراقي، كان نوعا ما فيه نوع من التوافقات والتراضي بين الأطراف، ولكن عندما تحول الخلاف بمرور الزمن إلى داخل المكون هناك أصبح الخلاف أعقد، وكذلك خاصة أن الشيعة دائما كانوا يتواصلون في نهاية المطاف إلى التوصل حول الخلافات التي كانت تحدث بينهم، خاصة في الآونة الأخيرة والانتخابات الأخيرة.
هذه وكذلك في 2018 يعني قبلها لم تكن بتلك الحدة، ولكن الآن نرى بأن الانسداد خاصة بين الصف الشيعي لعدم التوصل إلى توافقات هي التي عاقت العملية السياسية بالدرجة الأولى، لأن الأطراف الكردية أنا باعتقادي الخلاف الكردي كان سينتهي مع انتهاء الخلاف الشيعي، لأن الأكراد أو الكرد خلافاتهم هم أسبق من الحكومات العراقية، كان لدينا حكومة منذ 1990 ونعرف طبيعة الخلافات الموجودة هي الطريقة خاصة بين الحزبين الرئيسيين، يعني كانت تنتهي في نهاية المطاف إلى توافقات، يعني تدخلات كانت تأتي من أطراف خاصة أمريكية أو أقليمية كانت تنتهي في نهاية الأمر. أما الآن فمع التدخلات الأقليمية والوساطة الأقليمية ولكن لم تستطيع أن تحل الخلاف الشيعي داخل البيت الشيعي. فباعتقادي الخلاف الأكبر أو الحلقة أو العقدة الأكبر هي موجودة في البيت الشيعي. ما أن ينتهي البيت الشيعي من الخلاف فباعتقادي أن الخلافات الكردية لن تكون عائقا حتى إذا بقت، لأن حتى في المرحلة السابقة عندما نصب رئيس الجمهورية برهان صالح من قبل جامعة الإيكاتيم مع وجود الخلاف ومع بينهم وعدم تراضي الطرفين، ولكن الحكومة العراقية تشكلت ولم تصبح الخلاف الكردي عائقا، وهي نفس هذا الخلاف الذي كرر أو تكررت هذه المرحلة أيضا. فالخلاف الكردي بالدرجة الأولى متوقف على رئيس الجمهورية فالديمقراطي لا يقبلون به، وكذلك اليكتي أو الاتحاد الجماعة الطالباني ملتزمين أو يعني متمسكين بمرشحهم برهم صالح. وباعتقادي هذا الجزء من الخلاف الرئيسي، وأنا باعتقادي هذا سينتهي خلال الأيام المقبلة في الصف جانب الكردي، ولكن سيبقى الخلاف البيت الشيعي هو الذي سيحسم الأمر إذا ما توصل الأطراف إلى حل حول تشكيل الحكومة. وأنا باعتقادي أيضا ليس هناك مخرج، يا إما أن ستتعقد الأمور وستصل إلى 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 مرحلة تدهور الواقع العراقي الذي لا يتحمل مزيد من التأخير ومزيد من التعقيد، وخاصة الظروف الأقليمية والدولية التي تتغير وهي متغيرة مع الأيام، وكذلك اللجوء إلى الوسائل الضغوط من قبل سواء المحكمة الفيدرالية واستعمال هذه الوسائل أو الأجهزة ضد بعضهم البعض ربما ستؤدي إلى الشلل العملية السياسية في العراق. وباعتقادي في نهاية المطاف حتى الجانب الشيعي سيتوصلون سواء كان بتسمية حكومة توافقية أو بحكومة الأغلبية التي هي أيضا هو الشكل، يعني أنا باعتقادي هو ليس أغلبية بمعناها الحقيقي كما يعلن، ولكنها هي نوع ربما أخف من التوافقية التي يطلبها الإطار والترسيخ. ولكن جماعة الصدريين في متن الحلقة في نهاية المطاف لا يلجؤون إلى حكومة إذا لم يكن هناك جزء أو أطراف من الإطار التنسيقي ضمن الحكومة التي ستشكل، ولحد الآن لم يستطع الصدريين أن يضموا إلى صفوفهم بعض النواب أو البرلمانيين من الإطار التنسيق، وإلا كان ستنتهي المشكلة، ولكن يبدو أن الإطار والتنسيق ملتزمين برابطتهم. سنتحدث أنا باعتقادي ليس هناك مخرج سوى التوصل إلى اتفاق بين الشيعة. طيب أستاذ ياسين ملا ربيع، كيف ترى حضرتك هذا الانسداد السياسي في الداخل العراقي، وأي سيناريو هو الأقرب للواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفك. حياك الله. أنا لا أردد كلمة انسداد سياسي، هذه نحن لسنا ببغاوات كي نردد ما يقولون. الموضوع هو فشل سياسي وليس انسداد. هذا الفشل له أسباب يجب أن تعالج. نحن نعرف جذر المشكلة، الاحتلال لما جاء والغزاة لما جاءوا إلى العراق ما جاءوا من أجل سواد عيون العراقيين، جاءوا من أجل نهب ثروات والسيطرة على مقدرات هذا البلد والمنطقة بشكل عام.
هذه السيطرة لا يتمكنون منها إلا بخلق محاور، وخلق المحاور يعني تفتيت البلد، لأنه يؤلبون فريق على فريق آخر. لاحظ الأكراد كانت لهم قضية قبل 90 وتوصلوا عام 90 إلى يعني حل مشترك، لكن بعد أن جاء الاحتلال قسمهم. الشيعة أيضا كانوا ينادون يريد قائد جعفري، الآن مقسمين. السنة كذلك. لو تلاحظ في ليبيا الآن، أبرك من شوية نطلع خارج الموضوع في ثواني، ليبيا الآن بها قوات فجر ليبيا والجيش الليبي والدواعش والأصوليين، يعني في مكان في درعا نخليهم أيضا نقسمهم، لأن لا توجد طائفية فوجدوا لهم هذا المشروع. في الصومال الآن، هاي الصومال بدأوا يقسموها، اليمن مقسم، السودان، نحن المنطقة العربية يريدون من عندنا منطقة توتر دائم. التغيير لن يحصل ولن ينجح إلا بوجود مشروع مشترك تشترك عليه كل الأطراف، تتفق عليه، وهدف مشترك. وهذا يحتاج إلى رؤية سياسية واضحة وإرادة سياسية، وكل فرقاء العملية السياسية، مع احترامي للطيبين منهم والناس النزيهين والوطنيين وهم قلة، لا يمتلكون لا الإرادة السياسية وليس لديهم مشروع مشترك. يعني لا يمكن أن يتنازل بعضهم لبعض الآخر. الكل العراقيين يعرفون أن كل من اشترك في العملية السياسية يفكرون في أرصدتهم وأموالهم ونهب الثروات وتبديدها وليس غير ذلك. ولهذا لما أهملوا الشعب أيضا أهملهم وثار ضدهم. فإذا الجذر المشكلة هو أنه المحتل يخلق محاور لكي يؤلب طرف على طرف، ولا توجد لا إرادة سياسية ولا رؤية سياسية واضحة لدى كل الأطراف، ولا يوجد مشروع مشترك. وهذا هو، البلد لا ينهض إلا بمشروع مشترك، البلد لا ينهض إلا بإرادته، بقيمه، بتراثه، لا ينهض بشيء مستورد من الخارج. نحن لا نرفض الديمقراطية، الديمقراطية ليست مذهبا أو دينا خريبا كي نرفضها. الدينية الديمقراطية آليات عمل، وبالعكس يعني هي تنفع، لأنه أصلا يعني تحفظ حقوق الناس وتحجم دور الحاكم في السطو على المال وعلى مقدرات الشعب. لكن الديمقراطية تحت تزوير، تحت تهديد السلاح وتزوير الانتخابات، والمحتل يعرف أن الانتخابات طيب مزورة. أنتم كمعارضة أين أنتم في المشهد العراقي أستاذ ياسين؟ نحن ننادي ومنذ العام 2003 نريد إعداد دستور جديد يتناول حياة الفرد العراقي، لأن الفرد هو عضو في أسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، فلا يصلح المجتمع إلا بأن تصلح الأسرة، والأسرة لا تصلح إلا بصلاح الفرد. يعني إحنا ما نريد نشوف فرد عراقي يتسول، ما نريد نشوف فرد عراقي واقف بالتقاطعات مع الترافيك لايت ويغسل جام، هذا لا يليق بالعراقيين أصحاب الحضارة، لا يليق. لكن لو عولجت مسألة الفرد العراقي والأسرة العراقية كان عولجت مسألة المجتمع. لماذا الشعب يفتش في القمامة في النفايات وهؤلاء منعمين سياسيين ويملكون المليارات؟ إذن هناك خلل وهناك تعسف في التصرف في الأموال وفي أرواح البشر، ولهذا العراق ينزف دماء وثروات، وهو ينتج العسل واللبن والخبز، ولكن محروم منها لأنه تروح إلى جهات لا تستحقها. نحن شعب ينبغي أن نكتب تاريخنا بأصابع أبنائنا وبأيدينا حتى نخرج من حالة النسيان والضياع، حتى لا نكون على هامش التاريخ. هؤلاء وضعونا على هامش التاريخ، أشعلوا الحروب الطائفية، لم يتخذوا من الدين إلا غطاء لتمرير رغباتهم الطائفية، لذلك تمزق العراق. والعراق مشروعنا إحنا كمعارضة نقول منذ البداية، قلناها، إعداد دستور يتناول حياة الفرد، نؤمن أن الإنسان حرية ينبغي علينا أن نحققها، وله كرامة يجب أن تصان، وله مستقبل يجب أن يكون أفضل من اليوم الذي يعيشه. هذا لا يتم إلا بإعادة الأموال المنهوبة وتجهيزها. طيب يعني الشعب صعبت الموضوع أكثر، مسألة الأموال والفساد، هذا بحث آخر سنتطرق إليه في متن الحلقة حتى أكون عادل بمسألة الوقت. أستاذ سلام، أعود لك مرة أخرى. الآن هناك من يؤكد بأن المشهد السياسي العراقي يتأرجح بين حكومة تصريف أعمال أو الصدام يحدث في مشهد متأزم أو في مشهد طغى عليه مصطلح الفشل كما قال أستاذ ياسين.
أستاذ وعد، تعرف اليوم يعني الفشل هو نتيجة تضامنية يتحملها الجميع، ليس طرفا واحدا يتحمل الفشل اللي حصل بالعملية السياسية بعد التغيير. حقيقة الكل يتحمل التجربة السياسية التي فشلت في كثير من محطاتها، وبالتالي نعم يمكن ما أتحدث بأستاذ ياسين عن المعاناة الكبيرة للشعب العراقي، أعتقد هي معاناة واضحة، والشعب بدأ حقيقة تصبح بينه وبين كل الأطراف فجوة كبيرة، وما ممكن أن نردم هذه الهوة أو نعيد الثقة بالعملية السياسية للشارع إلا من خلال مشروع سياسي وطني حاضر. أما هذه الخلافات وهذه الصدامات وهذه الانقسامات، أكيد يعني الأجندات الخارجية تحاول جاهدا أن تبقى هذه الانقسامات حتى تنفذ أجنداتها من خلال هذه الفوضى أو من هذه أو من هذا التشظي بين كل الأطراف السياسية. الاحتلال هذه اللحظة إلى دور كبير في عدم وجود رؤية أو دافع للاستقرار السياسي بالعراق. احنا نحتاج حقيقة بصراحة إلى إعادة لكل الأوراق السياسية من خلال إذابة الخلافات وتنحيها جائن. طيب يعني الخلافات أستاذ، إعادة رسم خارطة يعني نريد أن نعلم أو نعرف ونعرف المشاهدين ما هي الخلافات الكبيرة التي تحول دون تحقيق حكومة، يعني إن صح الوصف هنا حكومة وحدة وطنية تجمع كل العراقيين وأن تنجي العراق من هذا الانسداد السياسي. نريد معرفة هذا الخلاف الكبير الذي يحول أنا دون وضحت أستاذ وعد، أنا يمكن وضحت في بداية كلامي، قلت الجميع يعني اسعى إلى السلطة على حساب الدولة. أنت اليوم ما ممكن أنه يعني تقدم مشاريعك الضيقة الحزبية أو المكوناتية على حساب مشروع الوطن. مع جل احترامي لكل المكونات ومشركاء بالعملية السياسية، ولكن أصل الخلافات الآن يتمحور حول مصالح ضيقة. الكل يبحث عن السلطة، الكل يبحث عن رئيس الوزراء يكون من عنده، جماعة الشركاء مع جل احترامي المكون السني والمكون الكردي أيضا يبحثون عن مصالحهم، وهم أمام تحديات أمام جمهورهم، وهذا أصل المشكلة. اليوم الخلاف يتمحور حول معادلة الحكم. الأغلبية السياسية يجب أن تكون أغلبية عابرة للعرقية والإثنية والطائفية، ويجب أن يكون اختيار الحكومة والمشروع على أساس النزاهة والكفاءة والاستحقاق ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ما يحدث بالعراق الآن بصراحة، يعني أقولها بكل صراحة، العودة إلى نقطة المربع الأول الذي لم نغادره ولم نخرج منه، عودة مرة أخرى إلى التقسيمات، عودة مرة أخرى إلى تقسيم الكعكة، عودة مرة أخرى إلى المكوناتية، وهذه حقيقة ليست في صالح أي طرف من الأطراف السياسية. يعني أنت سألتني هل في ممكن أن يكون هناك سيناريوهات متوقعة؟ السيناريوهات متوقعة ومطروحة، يعني تعرف اليوم حل البرلمان هو أحد الخيارات المطروحة وهو خيار دستوري، ولكن واقعا صعب لأن يحتاج إلى إرادة داخلية، وهذه غير متوفرة حاليا لا في مجلس النواب ولا عند الكتل السياسية. أما الخيار الثاني هو ممكن اللي التمديد لحكومة سيد الكاظمي، وممكن أيضا يعني تكون حكومة انتقالية أخرى غير حكومة سيد الكاظمي يصوت عليها البرلمان للتهيئة لانتخابات مبكرة وإصلاح كثير من الملفات قبل يعني الشروع بالانتخابات، وهذا أيضا ممكن أن يكون خيار مطروح. الخيار الآخر حقيقة أو السيناريو الآخر هو أن يوجد في الأفق مبادرات ممكن أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ. على سبيل المثال يعني يوم أمس الأول كان هناك لقاء في السليمانية بين البارتي واليكتي، وهذا أول لقاء من نوعه بعد الانسداد السياسي أو الصراعات السياسية بعد نتائج الانتخابات، وأعتقد أنه ما أفضى إليه هذا اللقاء أو الحوارات ممكن أنه تنهي كثير من الجدلية حول الخلافات القائمة على تسمية رئيس الجمهورية أو على الأقل اكتمال النصاب. طيب هذا الاتفاق إلى أي مدى يمهد الطريق أمام حل سياسي للعراق ككل؟ أستاذ وعد، تعرف أنت أصل الخلاف الآن صار
هو عدم وجود نصاب داخل مجلس النواب حتى يمرض رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو من يكلف الحكومة دستوريا. البرلمان يحتاج إلى أغلبية الثلثين، وهذا يعني الحل يبدأ من كردستان. تريد القول بعبارة أخرى؟ أنا إيه؟ نعم بصراحة أنا أرى أن ممكن أن يكون هناك على الأقل اتفاق بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، وممكن حتى أن يذهب بالاتحاد مع أي طرف من الأطراف لتشكيل الكتلة الأكبر أو لتشكيل معادلة الثلثين داخل مجلس النواب، وإنهاء هذا الملف. وعلى أي طرف من الأطراف يخالف هذه الرؤية عليه أن يتقبل المعارضة كخيار لحل الأزمة السياسية. أما في هذه الصراعات لن يكون طرف مستفيد حقيقة، سيكون البلد خاسرا. ومثل ما تفضلتوا في بداية تقريركم، ممكن أن نذهب إلى صدامات واحتجاجات، والعراق في غنى عنه اليوم. الشعب حقيقة ثائر، المواطن يحتاج إلى خدمات، يحتاج إلى حقيقة كثير من الملفات الشائكة، كملف الكهرباء، كملف الشوارع، خدمات البنى التحتية، الفساد. صحيح قائمة طويلة. البنى التحتية كثير من الأمور اللي المواطن ما ممكن أن يصبر عليها. فبالتالي أنا أعتقد أنه يكون حلا توافقيا للجميع هو ان يكون هناك مشروع وطني يتفق عليه كل الاطراف، ويقدم المصالح البلد على المصالح الضيقه الحزبيه. نعم استاذ سامي، برايكم هل نجح رئيس اقليم كردستان بنزع فتيل ازمه كرديه فبالتالي يكون هناك حل للمشهد العراقي ككل بمساله اختيار والتوافق او الاتفاق على اختيار شخصيه رئيس الجمهوريه العراقيه، ام ماذا؟ أنا باعتقادي الخلاف الكردي ربما يعني التواصلات الأخيرة ربما ستزيح نقاط مهمة، خاصة التوافق على رئيس الجمهورية، ولكن هناك خلافات أخرى ربما يحتاج إلى وقت حتى يتوصل الأطراف الكردية إلى اتفاق كامل، لأن دائما الاتفاقات الكردية هي خاصة في بغداد هي جزء منها مرتبط حول السلطة أو توزيع السلط في الأقليم كردستان. فدائما كان هناك توزيع يعني متناسب ما بين الحزبين الرئيسيين والأحزاب الأخرى التي جاءت إلى العملية السياسية عبر المعارضة وأدخلت في تشكيل الحكومة وبعض وأخرجت، ولكن هناك قوات أخرى أو أحزاب أخرى لها مكان في الساحة الكردية، فيحتاج إلى وقت حتى يتوافق الأطراف جميعا حول الصيغة الرئيسية التي سيتوصل إليه الأطراف الكردية. ولكن النقطة المؤثرة أو التي سنكون لها تأثير على التوصل أو تأثير على مجمل العملية في بغداد هي توصل الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني إلى توافقات حول ملفات عدة هي مرتبطة مع بعضها البعض. الملف الأول ملف بغداد، حصص كل حزب، وكذلك يجب أن لا ننسى هناك هذا الإطار كان موجودا بصورة تقريبا شبه يعني توافق تقليدي كان أصبحت، ولكن بسبب تخلخل في الأوزان الحزبين الرئيسيين خاصة الديمقراطي التي حصل على 31 مقعد في برلمان بغداد، والاتحاد له 17 حتى مع جماعة التغيير، فلذلك هذا الذي أثر على التوافقات ما بين الطرفين. ولكن الآن يعني هناك تنازلات حقيقية يقدمها الحزب الديمقراطي للخروج من الأزمة أمام الاتحاد الديمقراطي، وربما سيقبلون يتوافقون على رئيس الأقليم رئيس الجمهورية. وكذلك هناك كما أشرت إليها هناك خلافات حول كركوك، وهناك خلافات أخرى حول الصيغة التي سيقدم عليها في الانتخابات البرلمانية الكردية، يعني قد أعلن في سيكون في الشهر العاشر من هذه السنة، هي جزء أيضا من الخلافات وسوف تدخل ضمن التوافقات الكردية. ولكن هذا أنا باعتقادي أنا متفائل بأن هذه المسألة ستنتهي إذا لم يكن هناك تدخلات معاكسة من جهات أقليمية دولية
وأنا باعتقادي لحد الآن نتلمس بأن هناك يعني فسحة للتوصل إلى الاتفاقات، ولكن على المستوى العراقي سيبقى، وأنا كررت مع وجود الخلاف الكردي سيبقى العائق الرئيسي للانفراج في العملية السياسية في بغداد هي في أيدي جماعة إخواننا الشيعة. فإذا هم توصلوا خلال هذه الفترة إلى توافقات سواء بضغط دولي أو أقليمي، فباعتقادي أو مبادرة من بعض الأطراف العراقية، فباعتقادي سوف تنتهي هذه الأزمة. وأنا لا أنا متفائل حقيقة بأنه سينتهي هذه الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة. أستاذ ياسين، إلى أي درجة حضرتك متفائل كما هو متفائل أستاذ سامي في ظل هذا الفشل كما وصفت حضرتك المشهد السياسي في الداخل العراقي؟ أنا أكرر شكري لضيفيك لأنهم سوغوا لي ما سأقوله الآن. نعم. يعني سوغوه بالتأكيد. كل الطروحات اللي طرحوها هم ومن سبقهم طبعا في كل اللقاءات المتلفزة عبر الفضائيات ينادون يعني خلافهم حول عناوين معينة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، هل نذهب إلى المعارضة، هل نبقى كتلة أغلبية، هل كلها بحث عن عناوين، لا يبحثون عن المشكلة الأصلية التي يعاني منها 40 مليون عراقي. المشكلة اليوم الشعوب لا تقاد برئيس جمهورية أو رئيس وزراء، اليوم الدول تقاد بالمؤسسات، المؤسسات ونقابات واتحادات ورجال أعمال وعلاقات خارجية مشتركة، كل هذا هو الذي يكون القيادة الناجحة. اليوم الأمة يجب أن يكون لها حضور، إحنا الشعب يكون لها حضور كما كان في الماضي، لكن كيف يكون لنا حضور في منهج إحنا يملي علينا واحد من خارج الحدود؟ كيف تكون لنا كتل تسير من خارج الحدود ونريد ننجح؟ أنا غير متفائل، الموضوع فشل وليس انسداد، فشل رهيب، لأنه إحنا مدى نستفاد من التجارب اللي سبقتنا. المشكلة التغيير الاجتماعي أو السياسي هو رهين معطيات موضوعية متشكلة يشكلها الواقع، لكنه إحنا مدى نستفيد في كل تجربة لها جانب ثابت وجوانب متغيرة. إحنا مدى نستفاد لا من الجوانب الثابتة بالتجارب ولا المتغيرة، لذلك نشوف الراوح بمكاننا، الأكراد في مكانهم، الأكراد شعب طيب، 6 ملايين شخص يعني الآن يشكون الجوع، وشعب الجنوب يعاني من الجوع ومن العوز ومن الأمية ومن المرض ومن الجهل. زين ليش حايرين بالرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وما حايرين بهاي المشكلة الاجتماعية الرهيبة؟ أزمات يمر بها العراق، أزمات صحية وأزمات تربوية وصناعية وزراعية وفي كل مسارات الحياة. أنتم عارفين هذا كله، والله نروح للمعارضة لو نروح كذا نختار رئيس الوزراء، هذه أزمات لن تحل طالما هناك أيادي خارجية تحرك، فلن تحل. ونحن لازم يعني علينا أنه نغذي ثورة الشباب، والشباب ثائر ودمه يفور يوم بعد يوم، وإذا لم تعالج هذه الأحزاب وضعها بوجود حل لمشكلة مشاكل العراق المتكلسة سوف يواجهون مصير أسود. أنا في تصوري أستاذ سلام، في ظل هذا الانسداد أو الفشل كما وصفه الأستاذ ياسين، وفي ظل غياب الخدمات وحالة الفقر والتعليم المتردي والبنى التحتية، يعني كان الله في عون العراقيين كما يقال، هل سنشهد ثورة تشرينية ثانية؟ هل هي من ضمن قائمة السيناريوهات المقبلة في المشهد العراقي أم ماذا؟ نعم، يعني هو ليست الصورة بهذه الطريقة أو بصورة السوداوية اللي يعني نعم هناك مشاكل، نعم هناك يعني سوء بالإدارة، نعم الكل يختلف على شكل النظام السياسي. نحن يعني في ائتلاف النصر طالبنا في أكثر من مرة أن نغير شكل النظام السياسي الذي لا يتلائم مع طبيعة المرحلة وطبيعة الديمقراطية اللي للأسف بالعراق لم تهضم بشكل جيد، وبالتالي استثمرت هذه الديمقراطية من قبل أعداء العراق الذين مزقوا العراق على يعني شكل كعكة، وتقسم كل جهة لديه حصة من هذه الكعكة، الكل معترض على شكل النظام السياسي. نحن في ائتلاف النصر مشروعنا هو مشروع دولة المؤسسات، بعيدا عن الأسماء والمكونات نسعى إلى أن يكون هناك مشروع سياسي وطني
يغير كل الواقع السلبي اللي مر بالمراحل السابقة. وهذا بالمنظور العام حقيقة صعب يتحقق في شكل في ظل شكل نتائج الانتخابات وأيضا النظام الانتخابي اللي كان حقيقة يعني وبالا على العراقيين الذين كانوا يتصورون أن هذا التغيير في نظام الانتخابات هو ممكن أن يكون في صالح العملية السياسية ولكنه أضر بها كثيرا. ما نحتاج الآن هو يعني أن يكون هناك رؤية لدى كل الأطراف في مغادرة التعنت، في مغادرة التزمت بالآراء. الكل أمام مخاطر حقبة قد تندلع فيها لا سامح الله شرارة، وهذه الشرارة ما ممكن أنه أحد يقدر يوقفها، وبالتالي هاي راح تمتد لكل العراق وتأكل الأخضر واليابس. لن ينجو أحد من أي اندلاع لا سامح الله، أي ثورة أو أي شرارة، لن ينجو أي حزب أو مكون أو جهة سياسية، وبالتالي عليهم أن يعوا تماما أن الفرصة سانحة بتغيير خارطة التحالفات، تغيير شكل النظام السياسي، البدء بمشروع وطني يبدأ من خلال مجلس النواب العراقي اللي هو على سلطة في البلد. يجب أن يكون هناك نظام تشريعي حقيقي يبدأ بتشريع القوانين واقتراح قوانين جديدة، وأيضا يؤسس لدعم حكومة وطنية قادرة على الإيفاء بكافة الملفات والأزمات التي واجهت العراق وتواجه العملية السياسية. غير ذلك أعتقد لن نستطيع أن نخرج من دائرة الفشل، ولن نستطيع أن نخرج من دائرة الانقسامات والصدامات والمواجهات والاعتراضات، لأن الكل يبحث عن الفوز، والكل لا يعني لا يضع في حساباته أن الخاسر الوحيد هو الوطن والمواطن. أنا أعتقد عندما نتفق أو يتفق الجميع على مشروع سياسي سيكون الجميع رابحا وسيكون الوطن رابحا وكل الأطراف السياسية تأخذ استحقاقها بالعدالة. يجب أن تكون هناك عدالة تقسم ثروات البلد بالعدالة، يجب أن يأتي شخص وطني يقود العراق كرجل موظف في مؤسسات الدولة، وليس اليوم للأسف لا توجد في العراق دولة وإنما توجد سلطة، والسلطة تستغل بطريقة غير صحيحة، وبالتالي هدرت كثير من ثروات العراق واستحقاقاته بسبب المغامرات السياسية لكل الأطراف. نحتاج إلى رئيس وزراء قادر على أن يكون أبا لكل العراقيين بدون أن يميز بين أي طرف، إذا على أساس عرقي أو مكوناتي أو إثني. يجب أن يكون رئيس وزراء للعراق، ويجب أن يكون رئيس البرلمان رئيس برلمان للعراق، ورئيس الجمهورية يكون رئيس جمهورية للعراق. خلاف ذلك أعتقد لن نصل إلى حلول، وسوف نناقش هذه الملفات بعد سنة وسنين وسنوات أخرى، لأن شكل النظام السياسي هو المشكلة، والمشكلة ليست بالأفراد طيب. وإنما بالنظام السياسي العام. طيب هذه أو هذا المصطلح مهم جدا أستاذ سامي رجاني، سؤالي لك هذه المرة عن أي شكل سياسي أو نظام سياسي يبحث العراقيون الآن في ظل فشل نظام المحاصصة الطائفية وكل هذه المشاكل هي نتيجة هذا النظام القائم؟ أخي العزيز، ردا على سؤالك وكذلك للتعقيب الأخ في إسطنبول، فعندما نقول نحن متفائلون نحن نقصد أن الحكومة ستتشكل من قبل الأطراف التي هي أصبحت بعد 2003 ولحد الآن هي التي تقسم بين ما بينها الأدوار في قيادة الساحة العراقية. ولست أتكلم بتفاؤل بأن العراق سوف يتحول إلى جنة أو إلى أن المشاكل العراقية سوف تحل، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم حول توافقاتهم الذي هو الخلاف بينهم بين الأطراف التي تحكمت في الساحة العراقية بعد 2003 ولحد الآن، والذي لا يقبل أي طرف الخروج من السلطة، لأنه الخروج من السلطة معناه انتهاء دوره السياسي، وكذلك ربما سينهي على حزبه وكذلك حتى على حياته أيضا، لأن الأطراف العراقية توصلت إلى توافقات بعد التدخل الأمريكي في الساحة العراقية وأجمعت الأطراف وتشكلت هذه الحكومات. فنحن لسنا بصدد حكومة ديمقراطية وهناك إرادة
عراقية تشكلت هذه الأطراف من خلالها، بل أن التشكيلة العراقية المجتمعية الذي كان للحكومات السابقة دور كبير في تشتيت الصف العراقي ما بين الكردي والعربي والشيعي والسني، هي لحد الآن هي باقية وهي مسيطرة، وتتخذ الأطراف الأحزاب بمختلف توجهاتها تأخذ من هذه الخلافات قوتها وتستمد منها من دون أن تقدم لشعوبها ولجماعاتها أي خدمة، أو من دون أن تعمل من أجل المصلحة الوطنية، فالمصلحة الطائفية والقومية وإلى آخره، فهذه المصالح وفي النهاية المصلحة الشخصية والحزبية أصبحت هي لها الأولوية. ومن جانب الآخر لا يمكن أن يبقى في الساحة العراقية أحد الأطراف إذا لم يكن هناك له امتداد أو استمداد قوة من الجانب الأقليمي، أحد الأطراف الأقليمية أو الدولية. فهذا الواقع العراقي مكشوف، ولكن الخروج من هذه المسألة هي ليست بالتمني وبالخطاب وبالمثاليات. نحن نتعامل مع الواقع. الواقع هو تشكيل وهو إطار قد تشكل منذ 2005 لحد الآن. الخروج من هذا الإطار التوافقي في هذه المرحلة من المحال، لأنه وأما مسألة الكلام عن الديمقراطية فأين رأيت ديمقراطية بدون معارضة؟ لحتى الآن العراق لم نجد معارضة حقيقية يواجه السلطة ويكون مكملا لها للخروج أو ليكون مصلحة العملية السياسية لصالح المجتمع والفرد. فهذه المرحلة لم نصل إليها لحد الآن. أما مسألة الثورات والنهوض في الشارع العراقي حتى الذي كانت قبل الآن مسألة التشرين وغيرها، إذا لم يكن هناك لم تستفد من الخلاف ما بين هذه الأطراف على السلطة، ما كان لتستطيع أن تنزل إلى الشوارع. وأن نحن رأينا في نهاية المطاف عندما اتفقت الأطراف جميعهم ضربوا جماعة في الشارع، وقتل منهم ما قتلوا وأنهوا الحراك الشارعي. لذلك فباعتقادي أن مثال سوريا وليبيا واليمن هي شاهد أمام أعيننا بأن الثورات بمفهوم أو المعارضة بمفهوم الديمقراطية في هذه المنطقة هي ليس حلا، بل هي ستدمر الدولة وستنهي وجودها والعودة إلى المربع. حتى هذه المرحلة التي نعيش بها العودة إليها سيكون مستحيلا باعتقادي. ونحن نتمنى أن يتوصل الأطراف مع عدم قناعتنا وعدم رضانا بما بأدوارهم، ولكن نحن نعلم بأنهم أيضا جزء من الخلافات. يعني أنت عملت أمر واقع يا أستاذ سامي، هذا واقع العراقي. يعني فيجب أن يكون هناك مخرج. هم سيبحثون عن مخرج لأجل مصالحهم. يجب أن نفهم هذا، وهذا ما سيحصل. طيب عقيب منك أستاذ ياسين ملا ربيع على كل هذا الكلام وجزئية بأنه يبدو بأنه المشهد الحالي في العراق هو أمر واقع وسيبقى كذلك. نعم سيبقى كذلك. أنا أضرب لك مثال مثال بسيط يوصل للفكرة. تشرشل وروزفلت رأسماليين، وستالين شخص اشتراكي، وتعرف أن الخلاف العقائدي هذا ليس بينهم إلا ما صنع الحداد. لكن كيف تحالف روزفلت وتشرشل مع ستالين؟ عندما رأوا الخطر قادم من ألمانيا تحالفوا مع ستالين. وأكو خطر آخر يداهمهم، هو أنهم براطور اليابان احتل 3 مرات أضعاف مساحة أوروبا اللي هي الصين وكوريا وفيتنام وتايلاند وغيرها. فلأنه استشعروا الخطر اتفقوا مع ستالين وانتهت لصالحهم. لما انتهى الوضع لصالحهم رجع كل من على وضع الطبيعي. ما موجود بين الفرقاء السياسيين الآن في العراق ليس كما موجود كان ما كان موجود بين روزفلت وتشرشل وستالين. هذا شيء هين، يعني هو هاي مشتركات أكو بيناتهم، لكن لا يتفقون لأن كل منهم يبحث عن المال والجاه والسلطة ولا يبحث عن هموم الشعب. نحن لا نستطيع، يعني شوف الآن الغرب تحكم العلمانية المحايدة يسموها، تعيش في ظلها كل الأديان بحرية، يعني حتى الدين الإسلامي موجود هناك وكل الأديانات تعيش بحرية في أوروبا.
وهم يتغنون، لا زالوا يتغنون بالثورة الفرنسية، يعني حتى نكون واقعيين، الثورة الفرنسية اللي قطعت رأس لويس السادس عشر يتغنون بها لحد الآن. الثورة مو شيء خطأ، الثورة هي عملية جراحية لتصحيح وضع خاطئ وفاسد. لما كيف تعيش هاي بحرية الأديان في أوروبا؟ تعيش لأنه أكو دولة مؤسسات، أكو فصل بين السلطات، أكو مجتمع مدني، أكو إعلام حر، قدرة المجتمع الحصول على حقوقه بعيدة عن سيطرة وسطوة الحاكم. إحنا نريد هذا ما موجود الآن في المنطقة الخضراء. الذين في المنطقة الخضراء لا يتعاملون فوق هذه الصيغة، يتعاملون فوق ميليشيات رسمت أبشع صورة للوطنية العراقية، ميليشيات منفلتة والسلاح منفلت، يتحكم بطائفية ومؤدلجين على الكراهية المعبأة بالحقد، ولذلك راحوا مليونين عراقي تحت هذا التهديد. أي ديمقراطية هذه؟ الديمقراطية تحقن دماء الناس، لو تريقها وتخليها ملاصق الأشلاء والدماء والتفجيرات، وهذا اليوم الثلاثاء الدامي والأربعاء الدامي والخميس الدامي، إلى متى يبقى شعب العراق يندب حظه؟ هذه العملية فشلت فشلا ذريعا، لأنه لماذا نجح الأنبياء بإمكانيات بسيطة؟ لأنه لم تكن لديهم أنانية، لم تكن لديهم أيديهم كانت بيضاء ونظيفة، يريدون توجيه العالم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نجحوا بإمكانيات بسيطة، لكن الأحزاب فشلت مع كل هذه الإمكانيات الهائلة، وهم يتربعون اليوم على قمة مجد التكنولوجيا العالمية. لكن لماذا فشلوا؟ فشلوا لأنه يبحثون عن مجد شخصي لأسرهم اللي ينتمون إلها ولإلهم، ويبحثون عن المال والجاه، يملكون المليارات وما يشبعون. هذا كله سيؤلب الشعب عليهم وسينتفض شعب العراق. وأنا سبق وأن قلت من على إحدى الفضائيات، شعب العراق يتعامل مع حاكمه من منزلتين، منزلة الفضل ومنزلة العدل. يبقى صاحب فضل على الحاكم أنه انتخبه وجابه لهذا المكان، لكن لما الحاكم ينتهك حقوق الشعب ويوغل بالدماء والأموال ويسرق، فسيغادر شعب العراق منزلة الفضل وينزل إلى ساحة العدل ويأخذ حقه ويعطي سواه حقه فحسب، ويطرد كل هذه الوجوه. وفي التاريخ القريب من الخمسينات ولي حد الآن تجارب مريرة لشعب العراق في هذا المجال، فعليهم أن ينتبهوا على نفسهم ويفكرون بالشعب اللي تعداده 40 مليون، ويفكرون بأمة مفككة، والمستعمر يريد من عندنا خلق مناطق توتر دائم لكي يضحك علينا بهذا المفهوم البسيط. أقولها إحنا نريد سلام، لكن سلام مع من يعني بأي ثمن شريف. نحن دين الإسلام هو دين السلام مو دين الاستسلام. نحن نريد أن نطرد المحتل. المحتل دمر شعبنا ونهب ثرواتنا وثروات الأمة، وعلينا أن نفكر بهذا التفكير حقيقي وجاد، ونخلص شعبنا من هالمحنة اللي خلقنا وضعنا بها المحتل. عم ضيفي من اسطنبول أستاذ ياسين ملا ربيع، الناطق الإعلامي للمجلس الوطني للمعارضة العراقية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات التي نرت بها حلقة الليلة. وشكرا لك ضيفي من دهوك أستاذ سامي ريجاني محلل سياسي على كل هذا الكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من بغداد أستاذ سلام الزبيدي قيادي في ائتلاف النصر على تربية الدعاء على كل الكلام القيم. وشكرا العظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير إلى اللقاء.